قال الخبير الاقتصادي ومساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية حسام عيد إنه تمت مناقشة أسباب ارتفاع معدلات التضخم، وتم طرح عدد من المقترحات من بينها جعل سياسات النقد بالمركزي أكثر مرونة. أضاف عيد أن الزيادة الإنتاجية هي الحل للخروج من أزمة التضخم، وكذلك زيادة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو العمل وزيادة الإنتاج، وده يأتي عن طريق اتخاذ بعض الإجراءات، منها تحفيز الاستثمار وما يخص محفزات الاستثمار، من يعني تعديل قوانين الاستثمار لجذب مزيدا من رؤوس الأموال سواء الأجنبية أو المحلية للاستثمار في الاستثمار المباشر أو غير المباشر أيضا. وده نتج عنه شفنا فيه بعض الانفراجة في رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية التي ضخت بالفعل بالاقتصاد المصري عن طريق شراء حصص بأغلب الشركات الرائدة في مجالاتها في الاقتصاد المصري في النصف الثاني من العام الماضي. شفنا فيه بعض الصناديق السيادية الأجنبية دخلت أو بدأت في ضخ استثمارات وشراء حصص بشركات رائدة في مجالاتها، وده انعكس إيجابا على أداء هذه الشركات ماليا، وبالتالي أدى إلى توسعة أنشطة هذه الشركة وأدى إلى حدوث معدلات نمو مرتفعة.